ما يجري الان في العراق، وهذا الكلام لابنائنا الشعب، نعم لاحظوا المفارقات، لاحظوا كم من السياسيين اللي تعرفوهم غيروا شيعه او غيروا مواقعهم. فاليوم نجد ان من كان بحزب ما انتقل الى حزب اخر، العبره من يسويني نائب انا وياه. وهذا تقليد يبدو من العهد الملكي، العشائر بالذات يروحوا وراء رئيس الوزراء اللي يسويهم نائب. الان ذات الشيء موجود. الاخر اللي من ملاحظه اللي ابديتها ان الوضع العراقي لم نعتاد ولا عندنا تقاليد ديمقراطيه. لا وجود لحزب مارس الديمقراطية فعلا باستثناء يمكن حزبين من مجموع 170-180 حزب. هذا التقليد الديمقراطي هو أساس نبني عليه. ما بنينا بالعراق ما يبنون على ما حسنات الماضي، يبنون بإلغاء الماضي تماما. 58 ألغت العهد الملكي، سمت مباد، إجا ألغي عبد الكريم قاسم، ألغي نهيا، والآن إجوا الإسلاميين ألغوا كل شيء قبله. يا أخي هناك أشياء جيدة ابني عليها، والإلغاء يا عزيزي لم يعد إلغاء لمواقع سياسية، وإنما أصبح حتى محاولة إلغاء ثقافة بأكملها، تاريخ بأكمله. فلما يجيك حزب وقادة حزب يقول لك نريد نغير اسم شارع الرشيد لأن هارون الرشيد بزينة كان ما يوصفوه بيوصفوه، ونريد نغير مدينة المنصور اللي بنها أبو جعفر المنصور ونزير تمثاله، هذا منتهى الجهل. شعب بدون ماضي هو شعب يعيش في حالة من الألزايمر،